خلينا اكلمك على الحرامي بقى. الحرامي اللي ممكن يسرقك وانت مش دريان، تصلب الشرايين. تصلب الشرايين ده حرامي خبيث جدا، وخلي بالك انت لازم هتسرق في يوم من الايام، قصدي يعني لازم يجي لك تصلب شرايين في يوم من الايام. بس في ناس بيجي لها تصلب شرايين بدري، اللي عندهم سكر، عندهم ضغط، اللي بياكلوا كتير، المتوترين. عارف في ناس متوتره كده شايله الدنيا على دماغها، على طول متوتر، على طول حزين، على طول حاسس انه المفروض يبقى بيكسب اكتر، المفروض يبقى في مكان افضل، المفروض يبقى في مكانه وفي منصب اعلى. ده ممكن يجي له تصلب شرايين بدري مبكر. مشكله تصلب شرايين لو جه في شرايين القلب مثلا، يعمل ذبحه صدريه. ذبحه صدريه يعني الم، الم في الصدر، الم بيجي في نص الصدر بالظبط. برضو الألم عندنا له مليون تفسير قبل ما اروح للدكتور. عندي برد في صدري، ده يمكن نمت ما اتغطيتش كويس، اصل انا اخدت دش وطلعت في الهواء فالهواء عمل لي ألم في صدري، مش يمكن روماتيزم. يا سيدي ما تروح للدكتور اكشف، هيقول لك اذا كان ده التهاب في العضلات، التهاب روماتيزمي، ولا حاجه خطيره جدا اسمها ذبحه صدريه.